نروح إلى تصريح الأسبوع من صحيفة الحياة. هجرة مليون سعودي تقلق الشورى، نتابع. حذر عضو في مجلس الشورى من تزايد أعداد السعوديين المقيمين بصورة دائمة في الخارج، ودعا وزارة الخارجية في بلاده إلى درس الظاهرة وأسبابها قبل أن تشكل تهديدا أمنيا أو معضلة اجتماعية. وأشار عضو المجلس الدكتور صدق فاضل إلى أن إقامة نحو مليون سعودي في الخارج يمثلون 5% من السكان في فترة وجيزة نسبيا، مؤشر على خلل ما، على الجهات المعنية مراجعته ودراسته قبل أن يتفاقم. هذا الخبر مهم، مهم جدا. أول شيء لازم نتكلم، نبدأ من الشخصي للعام. الشخصي أنه حسبي الله عليك، ترى أنا كنت مهاجر للفلبين، أنت دبستني بهالبرنامج تدبيسه، خليتني كل أربعة لازم أجي بهالموضوع. ثانيا الحقيقة يشكر مجلس الشورى، والله أنا قلت لك الحين ثاني مرة نشكره، وحنا تذكر قعدنا سنتين ننتقد منه، لكن أوريك أنه حنا منصفين. الآن مجلس الشورى رفع المطالبات، رفع الكلام، وحنا معاه الآن. جميل انه ايضا الاستاذ صدقه فاضل انه يعلق الجرس، بس هم طبعا علقوا على اساس انه وزاره الخارجيه تسوي دراسه ورعايه حقوق الناس اللي في خارج السعوديه وكذا. انا كلمت لي صديق بنكر مشهور وقلت له انتم كحساب متقاعدين، قال حنا نحول كل شهر 260 الف، يعني اكثر من ربع مليون، الى مصر وحدها. يعني تتكلم عن 260 ألف متقاعد يعيشون في مصر، واحدة يقول حولها يعني بالأرقام، وطلب مني عدم ذكر اسمه وأنا أحترم خصوصيته ما ذكرته، لكن أكيد أن الجهات المسؤولة بتسأل حتتأكد وهذه معلومة متاحة. مبدأ الهجرة يا أبو سعد مبدأ قديم، تعرف من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عذب المسلمون في مكة قال اذهبوا للحبشة فإن فيها ملك عادل. حط خط تحت الكلام هذا. أنا هطلع مصطلح عرفجي خاص بعامل المعرفة وأسميه التهجير السلمي. ما يحدث في السعوديين أنا اسمه تهجير سلمي، ما حد يطردك من الوطن. لكن تعال شوف الهاشتاج، الهاشتاج كان ترند في قبل كم يوم. لما رجعت للأسباب، أسباب الناس حصروها، أنت مركز اجتماعي يسوي دراسات لا تتعب، شوف الأسباب اللي ذكروها الشباب في الهاشتاج تستفيد منها. هذه يسمونها عينة قياس مجانا، جت بدل ما تسوي لي دراسة الفقر بـ40 مليون تسوي دراسات، لا أنت عندك الهاشتاج جاهز. أول سبب قالوا من اللي وردت البحث عن مستوى أكثر من الحرية، الحرية المنضبطة، طبعا تتكلم عن الحرية المنضبطة اللي نقصد فيها. بس عشان كذا يا دكتور، عشان ما تفهم غلط، أنت ذهبت إلى العدالة، يذهبوا فإن هناك إن شاء الله إحنا لا العدالة متحققة، لكن أنا أعتقد أنه الهاشتاج يتحدث عن احترام حرية الإنسان، نعم، وحقوقه، وفي نفس الوقت أشياء اللي السعوديين الترفيه البري اللي يبحثون عنه هناك يغتال هنا، أمور كثيرة يعني. خليني أجيبها لك هذا طال عمرك، أنت ترى قاطعتني، وهذه سلوك غير جيد فيك أنك تقاطع العلماء. العدالة شوف عشان ما تفهم غلط ولله الحمد العدالة ما حد ذكرها، العدالة متحققة. خليني أجيب لك الأسباب وهي كلها وجيهة. أول شيء قال تحقيق أكبر قدر من الحرية، أكثر من الحرية. ثانيا البحث عن فرص عمل وظيفية، وهذا مستاق لكلام علي بن أبي طالب. الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. اثنين ثلاثة مستوى تعليم، وهذا حاصل أكثر الأسر المقتدرة يخلون أبنائهم يدرسون خارج السعودية، هذا أيضا سبب وجيه. السعي نحو مجال فسيح للتجارة وتنمية رأس المال، لاحظ هذه مهمة، إجراءات فتح منشأة في السعودية متعبة. الحين أقول لك البنك الدولي وش قال. تقارير اقتصادية تشير إلى الاستثمار خارج المملكة. البنك الدولي في تقرير اسمه سهولة ممارسة الأعمال يشير إلى أن السعوديين يحتاجون إلى 30 معاملة و191 يوما أكثر من 6 شهور لكي يحصلوا على منشآت تجارية أو يفتحوا فرص وظيفية. رقم خطير، 191 يوم و30 معاملة في ربع سنة. قالوا لي في دبي، أنا ما أدري ماني بتاجر، أنا إنسان على قد حالي، بس قالوا لي في دبي في نص ساعة تحصل على سجل تجاري، في نص ساعة. يمكن أنت أدرى مني عشت في دبي. قالوا أنا أتمنى أنه مجلس الشورى يواصل، وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، كلها تدرس أسباب الهجرة الحقيقية ونتلافى اللي نقدر عليها، وفي الأخير فيه لازم 100%. لكن مجلس الشورى علق الجرس، قال إنه 5% مهاجرين في السنوات الأخيرة. أنت تتكلم ما هي ظاهرة قديمة، هي 5% مهاجر في بلد، لحظة، في معلومة مهمة، في بلد يعيش فيه 10 مليون وافد. نعم، لا، وعلينا أن نسأل هنا أسئلة مهمة، ولا بد يعني من أصحاب القرار أيضا أن يهتموا بهذه الأسئلة. لمصلحة من هجرة هؤلاء السعوديين؟ سؤال جميل. هل هي لمصلحة الوطن؟ من هم الذين يسعدون
ويحاولون ويسعون لتهجير هؤلاء السعوديين. نعم. من هي هذه الفئة؟ ماذا تريد؟ ما هي أجندتها؟ أسئلة كثيرة من أجل الوطن يجب أن نبحث فيها ونسأل لماذا. خلونا نروح إلى فقرة كاتب بس الأسبوع. كمان معلومة يا أبو سعد، حسب الإحصائيات أكثر من 100,000 سعودي في دبي وحدها، في الإمارات يعملون، وهذه أيضا على فكرة. أنت لما تحكي عن مصر، إحنا مصر تعدى ونصف مليون اللي يعيشون. نعم نعم. أنت لما تكلم أعتقد أن في الإسكندرية فقط 70,000. نعم. والقاهرة وبقية المدن 400 وشوي. الإمارات عدد كبير. الولايات المتحدة الأمريكية ترى صحيح. يعني الفلبين. نعم الفلبين. نعم. في المغرب. في المغرب. في إندونيسيا. إيه؟ نعم. يعني أعتقد أنه هذا موضوع ملف مهم يعني. ما وأتمنى مجلس الشورى يواصل في البحث على الأسباب. إحنا ما يهمنا الحين اللي عايشين برا، أوكي إن شاء الله لهم رعايتهم والسفارات تتابعهم، لكن أسباب الهجرة إنه حيتنامى السنة الجاية ممكن نصل 10%، لأني لاحظت إنه ناس كثير لها بأسباب مختلفة طبعا. طيب.